وبعدين يا اخوان بدنا حل الموضوع، عاجبكم الوضع؟ آخ يا زلمة، احنا شو طالع بيدنا نعمل بس؟ شو اللي شو طالع بيدنا نعمل؟ نتحرك ونضغط بكل الوسائل. انت اخر واحد يحكي عن الحلول والوسائل، لانه لحد الان معلمة عيدك وعوجهك. يا اخوان انا اقترحت على امي 1000 اقتراح وقلت لها 1000 قصة وما اقتنعت فيهم، مصرها انها تربي ابو فؤاد اللي هو ابوكو يعني، وانا لسه نفسي بصحن المعليق يعني، اتركوني بهمي. انا برايي نترك الموضوع للزمن. يا زلمه شو اللي زمن ونترك للزمن؟ طب انا بدي اشوف الزمن الجاي يا استاذ واشوفك بالسجن ان شاء الله. على فكره انت مش طبيعي، احنا قاعدين بنقول لك قصص امك وابوك والدنيا كلها مقيومه فوق راسنا، وانت قاعد بتقول لي زمن وقالبها رز نعم عندي. والله يا عمتي يا جولي لو ماكش غالي علي ما خششتش هالغرفه، اقسم بالله العظيم انا طايق اشوف حدا من عمايل انكلتش هذا. طب يا صفيه بليز بليز مشاني سامحي بليز، والله انا بعتبركم زي عائلتي، ولو هذا الاشي بيساعد انه البيت يرجع زي قبل والله برجع الاستيتس. وانت شو دخلت يا كروطه؟ شو دخلت هذه الدار زي ما كان فيها عبد المطلب؟ ودع هواك وانساه وانساني، عمر اللي راح ما حيرجع ثاني. خلاص فكعت هذول الزلام، يما اسأليني أنا عنهم، اسأليني أنا. ماشي يا أبو فكش، ماشي يا عواطلي، يا أبو عين زايغة بدها الكلع. يما يما يا حبيبتي وين رجعني يما؟ حصر عليك يا صفية، حصر عليك يا صفية، كبر عزو أخذني ورد رماني كردة. ايه ده يا ابو فؤاد؟ صمتني على راس كلبي، كبر عزو صمتني على راس كلبي. وين يا ابو فؤاد؟ تهون عليك العشرين، قوم تطلع برا ويطلع لنا الصبات وكليلات حياة أخرى. ياك شايلة صفية، والله لولا هالكواريط ما بقعد لك في دار. لا مش بس مشان الكواريط، مشان الحرباية امه غيرتش متفية. كبر عزو ابو فؤاد، نسيت وقفتي معك يا ابو فكش، نسيت ولكن نسيت يوم ما انبشمت وقضيتها رايحة جاي معك على الحمام، نسيت لما سويت عملية لفتاك وبكيت حملك على ظهري من التخت للحمام ومن الحمام للتخت. كبر عزو بكت هوايته يروح على الحمام وهو عامل العملية مشان أحمله على ظهري، جاب لي الديسك الله لا يجبره. نسيت يوم ما وقعت وفكت الذاكرة، الله قربك يا ابو فكش، كبر عزو اتشالنا اتشار. بس انا رح اربيك، انا رح اربيك وعلمك درس عمرك ما تنساه. يا حبيبي فؤاد سايق فيها السلطة، كل يوم فيها عرضة، ولا زي اللي ماكل بلطة ياخي جيب للشرطة. شو بدك تسوي هسه كل